السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشأة الرياضية نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيلة سباق ختام الموسم والذي يقيم على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حيث أقيم السباق على كأس سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا للنادي، وكأس انجاري سموه الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، بجانب كأسي شركة غاز البحرين الوطنية بنغازة وكأس اسطبل الروضة.